هذا بإذن الله. معنا اتصال الدكتور حامد ميرا الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري. مرحبا بكم دكتور حامد. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وضيفك الكريم الدكتور تركي. الله يبارك فيك دكتور حامد. أنت الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وإحنا نتكلم أيضا عن القضايا الدولية، فالمركز السعودي للتحكيم التجاري يبدو أنه يعني ضالع بشكل كبير في إنهاء إشكالات كثيرة دولية ما بين مواطنين سعوديين أو شركات سعودية أو مؤسسات أيضا سعودية وجهات خارجية. ودنا نتكلم عن المركز هذا، وش المركز هذا ومتى أنشئ ابتداء؟ طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة المركز السعودي للتحكيم التجاري هو أول مركز تحكيم مؤسسي أنشئ في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس وزراء في عام 2014. أسس هذا المركز وفق أفضل الممارسات الدولية، وجعل مستقلا عن القطاع الحكومي وعن القطاع الخاص، وفي شكل منظمة غير ربحية ذات استقلال مالي وإداري. المراكز التحكيم عموما، مراكز التحكيم المؤسسي عموما ومن ضمنها المركز السعودي للتحكيم التجاري، هي أشبه بمحاكم بديلة أو محاكم خاصة كما يقال إن صحة التسمية، وهي مختصة طبعا بالقضايا التجارية كما هو وارد في نظامه الأساسي وفي تنظيمه وكذلك في قرار إنشائه، أنه يتم من خلاله الفصل في القضايا التجارية والمدنية ذات العلاقة. نعم. فهذا اختصاصه الموضوعي. أما اختصاصه كما يقال المكاني، فالمركز بطبيعته مركز دولي، فهو قادر على إدارة النزاعات التجارية والمدنية ذات العلاقة، سواء كان أطرافها سعوديون أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو أشخاص غير سعوديين، سواء كان كلا الطرفين سعوديين أو كلا الطرفين غير سعوديين أو أحدهما سعودي، وكذلك سواء كان نطاق النزاع التجاري سواء كان داخل المملكة أو خارج المملكة، في المركز بطبيعته يمكن أن يدير النزاعات في هذا السياق. هذا حقيقة الشكل القانوني والشكل النظامي للمركز. وكذلك مراكز التحكيم في العالم عموما باعتبارها قضاء خاص تختلف عن المحاكم، باعتبار أن المحاكم جزء من سلطة الدولة، بمعنى أنه لا يلزم أنه للجوء إلى المحكمة في نزاع ما، لا يلزم على كل حال أن يكون بناء على شرط أو مشارطة، بمعنى أنه يمكن لطرفين يكون بينهما نزاع حتى لو لم يكن بينهما عقد، أو كان بينهما عقد ولم يشير فيه إلى آلية فصل النزاع، فإنه في حال وقوعه يمكنهم الرجوع إلى المحكمة. بخلاف المراكز التحكيم ففي الغالب تأخذ سلطتها من خلال اتفاق الأطراف، وهو يأتي من طريقين. نعم. إما أن يكون الأطراف قد نصوا في عقدهم على أنه في حال النزاع يتم الفصل فيه من خلال المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعده، فإذا وقع النزاع فإن المركز يملك السلطة في إدارة المنازعة وفقا لقواعد المركز، قواعد التحكيم أو قواعد الوساطة، أو حتى إذا كان وقع النزاع ولم يكون الطرفين أو الأطراف قد نصوا في العقد على ذلك، فإذا اتفقوا بعد وقوع النزاع على إحالة النزاع إلى المركز، فكذلك المركز يملك السلطة في تلك الحالة في إدارة النزاع. نعم. هذا حقيقة بشكل يعني مجمل يعني ما هو المركز، ما هو نطاق عمله. جميل جدا. طيب الفرد العادي دكتور حامد، الفرد العادي متى يتجه للمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومتى يتجه إلى المحاكم المعروفة؟ بغض النظر عن سواء كان فردا أو مؤسسة أو نعم. شركة، بل حتى الآن التحكيم يمكن حتى للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة للدولة، بناء على يعني أنظمة ربما نشير لها تفاصيل لاحقا، لكن ما أريد أن أشير له نعم. سواء كان فردا مؤسسة شركة بالجهة الحكومية يمكنها أن تلجأ للمركز في نطاق القضايا التجارية والمدنية ذات العلاقة في هاتين الحالتين. إن كان هناك عقد تجاري وقد نص فيه على أنه في حال وقوع النزاع فإنه يتم الفصل فيه من خلال المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعده، ففي هذه الحال سواء كان أحد طرفي العقد فردا مؤسسة شركة حتى جهة حكومية، فإنه في هذه الحال يمكن له اللجوء إلى المركز لطلب البدء في قضية تحكيم أو قضية وساطة. جميل. فهذا الحالة التي يعني يمكن، أو كما ذكرت إذا اتفق الطرفين حتى لو ما نصوا في العقد، بعد وقوع النزاع بغض النظر عما نصوا عليه في العقد،
فإنهم إذا اتفق طرفي النزاع على إحالته للمركز بالأشكال الأربعة الثالثة، سواء فرد ولا مؤسسة ولا شركة ولا جهة، فإنهم كذلك يمكن في هذه الحالة أن يلجأوا للمركز ويملك المركز السلطة لإدارة النزاع. ممتاز. دكتور حامد، ما القانون الذي يعني يتحاكم إليه في المركز؟ جدا رائع حقيقة. إحدى أهم المزايا للتحكيم عموما والتحكيم في المركز جزء من ذلك، على أن نظام التحكيم السعودي على سبيل المثال قد نص على أنه يمكن للأطراف اختيار أي قانون حاكم. بمعنى نحن عندنا شيئين، ربما الإخوة والأخوات القانونيين والقانونيات يعرفوا ذلك، عندنا شيئين في أي عقد، شيء يسمى بالقانون الموضوعي والقانون الإجرائي. القانون الموضوعي هو القانون أو النظام الذي يفسر العقد بناء عليه. فعلى سبيل المثال لو كان عقد إجارة، فإنه هذا العقد عقد الإجارة تفسر بنود وشروط وأحكام الإجارة بناء على أي قانون. فسواء كان الأطراف قد نصوا في العقد، وهي إحدى أهم مزايا التحكيم، يمكنهم أن يختاروا النظام الأنظمة السعودية أو يختاروا أي قانون حاكم في الشرق أو في الغرب. فيمكن للمركز أن يدير النزاع مع كون القانون الحاكم أو القانون الموضوعي أي قانون أو نظام، سواء كانت الأنظمة السعودية، بل ربما حتى أكثر من القوانين. ربما يريد الأطراف أن يحكموا معايير فنية معينة أو شيء من هذا القبيل، شروط بينهم. كل هذه المركز قادر بموجب تنظيمه وموجب نطاق عملي على أن يدير النزاع بغض النظر عن القانون الحاكم وبغض النظر عن اللغة التي يختارها الأطراف. جميل، جميل جدا. طيب يعني على بحكم انه يعني مركز سعودي للتحكيم التجاري وقضاياه كثير منها دوليه، اطراف التحكيم يعني هل المحكمين غالبا اللي يمثلون تقريبا الذين سيفصلون في هذه القضيه، هل هم يلزم ان يكونوا سعوديين او انهم من جنسيات متعدده؟ حقيقه كما ذكرت، واحد من اهم مزايا التحكيم وبالاخص التحكيم المؤسسي امرين، أنه لا توجد قيود، أو بالأحرى لو أتيناها بالشكل الإيجابي، من مزايا التحكيم في حق من يختاره المرونة الكبيرة والسعة، من ناحية كما ذكرت اختيار القانون الحاكم، من ناحية اختيار اللغة، اختيار الزمان، اختيار المكان، هذه كلها مزايا عظيمة في التحكيم. جميل. وتنعكس في مزيد من الكفاءة والسرعة. والنقطة التي أقصدها الآن، من حق الأطراف أن يختاروا المحكم الخبير المختص في المجال الذي يعني فيه المجال النزاع. ولذلك لا يشترط في محكم، لأن المركز لديه قائمة محكمين فيها الآن ما يقارب أكثر من 240 محكم من قرابة 25 دولة حول العالم، يتكلموا أكثر من 15 لغة، ما شاء الله، بأكثر من 21 تخصص دقيق، مثلا التخصص المصرفي، النفط والغاز، المقاولات، الإنشاءات، الهندسة، إلى غير ذلك. فهذه إحدى أهم مزايا المركز، والمركز يفخر بأنه لديه هذه القائمة رفيعة المستوى من الخبراء من هذه الأماكن المختلفة حول العالم، حتى يستطيعوا أن يؤدوا الحاجة أو يسدوا الحاجة أو يلبوا ما يحتاجه أطراف المنازعات التي يعهد بها إلى المركز. وغير عن الذكر أن المحكمين اللي يكونوا في المركز عند التحكيم التجاري وغيرهم ليسوا موظفين في المركز كالمحاكم. نعم. القاضي في النهاية هو موظف في المحكمة. صحيح. بينما المحكمون الموجودون في مراكز التحكيم هم أشخاص يسمون مستقلين ومحايدين. جميل. فهم ليسوا موظفين في مراكز التحكيم، وإنما هم أشخاص خبراء يفصلوا في النزاع بناء على طبيعة الدعوة أو طبيعة المنازعة. جميل جميل. الدكتور حامد ميرا، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، شكرا لكم وبالتوفيق للمركز. شكرا لكم دكتور حامد.